فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول: من تذكر التسمية قبل أن يمسك كلب الصيد صيده وسمى، فهل يحل هذا الصيد؟ لا، عند الإرسال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت عند الإرسال، ما هو بأنه إذا أرسله وهما سمى ثم سمى عقب ما استطلق الكلب وذهب، لا، ما يكفي هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.